إذن السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 5 من سلسلة تمارين الدالة الأسسية النبيرية. التمرين رقم 5 الهدف ديالو هو يعني حل مجموعة من المعادلات تحتوي على الإكسبونونسيال. إذا نبدأ بأول حالة. طبيعة الحال أول خطوة اللي تنديرها ملي كنبغي نحل واحد المعادلة دائما هي تحديد مجموعة تعريف هذه المعادلة. إذا فين معرفة هذه المعادلة هذه؟ يعني بحال كما كنحدد مجموعة التعريف ديال الدالة. إذا ليكون دي إي مجموعة تعريف المعادلة، وليكون إس إي مجموعة حلول هذه المعادلة. إذا نبدأ بالحالة الأولى، إذا لنحل المعادلة. إذا عندنا أو إكس تساوي جوج. دائما نذكروا بأن عندنا واحد العلاقة التكافؤ اللي كنستعملوها بكثرة في المعادلات. إذا كان عندنا ليكسبونسيال ديال أو كتساوي أو ديال أ مثلا كتساوي ليكسبونسيال ديال بي، فهذا يكفي أن أ تساوي بي. كذلك أو إكس تساوي إيكغيك يكفي بطبيعة الحال هنا إيكغيك أكبر قطعا من الصفر، و إكس تنتمي إلى R. يكفي ماذا؟ يكفي أن إكس تساوي الآلين ديال إيكغيك. إذن هاد جوج ديال العلاقات كنستعملوهم بكثرة. مننساش كذلك بأن أو إكس دائما أكبر قطعا من الصفر. إذا نبداو بأول حالة. إذا هنا مجموعة تعريف المعادلة، هنا ما عندناش مشكل، يعني ما كاينش مقام، ما كاينش داخل الآلين، ما كاينش جذر، وبالتالي ف دي واحد كتساوي R. إذا أو إكس تساوي جوج تكافئ أن أو إكس أو إكس تساوي ماذا؟ الآلين ديال جوج. دائما ملي كنلقى واحد الحل خصني نشوف واش كينتمي لمجموعة تعريف المعادلة. إلين راه كينتمي لR، إذا إس كتساوي لنا أو إس واحد كتساوي لنا الإلين ديال جوج، يعني أكولاد كنديرو إلين جوج داخل اللمة. المعادلة التالية لنحل المعادلة، إذا غنحدو مجموعة تعريف هذه المعادلة. إذا دي جوج كذلك هنا ما عندناش إشكال، إذا دي جوج كتساوي لنا R. إذا أو إكس زائد واحد تساوي أربعة تكافئ. هنا كندير العلاقة ديال كنطبق العلاقة ديال التكافؤ ما بين الإكسبونسيال وما بين الآلين. إذا تكافئ ماذا؟ تكافئ أن إكس زائد واحد تساوي الآلين ديال أربعة. هنا شنو قلنا؟ قلنا ملي كيكون عندنا أو إكس كتساوي لنا إيكغيك هادي كتكافئ أن إكس كتساوي الآلين ديال إيكغيك. إذن هذه العلاقة ديال التكافؤ ما بين الإكسبونونسيال وما بين الآلين. إذن إكس تساوي كندي واحد الطرف الثاني هي ناقص واحد زائد الآلين ديال أربعة، وهذا الحل كينتمي لنا لمجموعة تعريف، يعني إس جوج تساوي، إذن الحل هو ناقص واحد، العدد ناقص واحد زائد آلين ديال أربعة. المعادلة الثالثة، إذن دائما كنحدو مجموعة التعريف، إذا دي ثلاثة تساوي R، ما عندناش إشكال. إذا أو إكس تساوي ناقص ثلاثة. هنا عندنا أو إكس، حنا كنعرفو بأن أو إكس دائما موجبة قطعا كتساوي لنا واحد العدد سالب، إذا هنا لا يمكن، يعني إس ثلاثة كتساوي لنا المجموعة الفارغة، إذا غير ممكن، لأن ضروري خصني ندير التعليل، لأن أو إكس أكبر قطعا من الصفر دائما. الحالة الرابعة دي أربعة، مجموعة التعريف ديال هاد المعادلة هي R. إذا أو ديال جوج إكس تساوي أربعة تكافئ ماذا؟ جوج إكس كيساوي الآلين ديال أربعة، أي إكس كيساوي لنا الآلين الآلين ربعة. يمكن نكتبها على شكل آلين جوج والجوج على جوج، يعني هي جوج الآلين ديال جوج على جوج، أي إكس كتساوي الآلين ديال جوج، كنختزلو بالعدد اثنان، يعني كيبقى الحل هو يعني إس ربعة الآلين ديال جوج. المعادلة الموالية، إذن دي خمسة يعني مجموعة تعريف هذه المعادلة. دونك حنا واخا عندنا ليكسبونسيال في المقام، راه حنا ليكسبونسيال دائما أكبر قطعا من الصفر، وبالتالي ف
فمجموعة تعريف هذه المعادلة هي R. إذن O ديال 2X زائد 1 على O ديال X ناقص 3 تساوي E. إذا خصني نبسط هذه المعادلة، إحنا كنعرفوا بأن O ديال X على O ديال Y يمكن نكتبها على شكل O ديال X ناقص Y. إذن E ديال H ديال 2X زائد 1 ناقص x ناقص 3، يعني ناقص x زائد 3، لان ناقص كتدخل على x ناقص 3 كتغير لهم الاشاره. دونك هذا الشيء هذا كيساوي لنا او ديال 1. اذا او عندنا 2x ناقص x هي x، 1 زائد 4، 1 زائد 3 هي 4 تساوي او ديال 1. اذا x زائد 4 كتساوي لنا 1، x زائد 4 كتساوي 1، أي x كتساوي 1 ناقص 4 تساوي ناقص 3. إذن S ديال 5 أي مجموعة حلول هذه المعادلة كتساوي لنا ناقص 3. المعادلة الموالية لنحل المعادلة، إذن مجموعة التعريف this is هي R. إذن هنا عندنا نحاول نبسطو هاد الكتابة هادي. أو ديال، حنا كنعرفو بأن أو ديال إكس على أو ديال إيكغيك كما درنا في المعادلة السابقة هي أو ديال إكس ناقص إيكغيك. إذن أو ديال جوج إكس ناقص ثلاثة على أو ديال إكس ناقص جوج تساوي واحد على أو تكافئ ماذا؟ أو ديال أش ديال جوج إكس ناقص ثلاثة ناقص x ناقص 2 تساوي 1 على او، راهي بحال 1 على او اس 1، هي او اس ناقص 1. كنعرفو 1 على ا اس ان راهي ا اس ناقص ان، اذن او اس ناقص 1 اذن تكافئ او ديال 2x ناقص 3 ناقص x زائد 2 نتبع الاشارات. دونك حنا عندنا ناقص اقواس مسبوقه بعلامه ناقص، يعني الاشارات الحدود غادي تغير. اذا تساوي او ديال ناقص 1. اذا ليكسبونونسييل ديال من 2x ناقص x هي x، ناقص 3 زائد 2 هي ناقص 1 تساوي او ديال ناقص 1. اذا عندنا الإكسبونونسيال كيساوي الإكسبونونسيال، يعني x ناقص 1 كتساوي ناقص 1. إذن x كتساوي ناقص 1 زائد 1 ناقص 1، أي تساوي 0. إذن مجموعة الحلول اللي هي S أو S 6 هي 0. المعادلة رقم 7، إذن أول مرحلة هي تحديد مجموعة الحلول. إذن هنا عندنا واحد المقام، دائما المقام يخالف الصفر، التعبير اللي كيكون في مقام يخالف الصفر، أي x كتنتمي ل R بحيث x ناقص 2 خصها تخالف الصفر لأن كاينة في المقام. إذن x كتنتمي ل R، إذن x كتخالف 2، يعني دي 7 شنو هي؟ هي r ناقص أي محرومة من العدد 2. إذن غنحلو المعادلة. إذن المعادلة تكافئ ماذا؟ 2x زائد 7 على x ناقص 2 تساوي، إذن 1 على او راهي او اس ناقص 1، إذن تكافئ، يعني هاد الشيء هذا كيساوي لنا هاد التعبير هذا. إذا 2x زائد 7 على x ناقص 2 تساوي ناقص 1، لأن حنا كنعرفو بأن O ديال A إلا كانت كتساوي لنا O ديال B، راها A كتساوي تكافئ A تساوي B، هاد الشيء اللي درنا. إذا 2x زائد 7
اكس ناقص جوج غادي نديوها للطرف الثاني، دونك غادي نضرب، يعني غنضرب ناقص اكس ناقص جوج. دونك هنا كنضربو في اكس ناقص جوج طرفي المعادلة، اذا هنا غنختزلو بها، وهنا غتولينا ناقص واحد في اكس ناقص جوج. اذا جوج اكس زائد سبعة دائما تكافؤ تساوي ناقص اكس زائد جوج. اذا جوج اكس زائد اكس تساوي، اذا سبعة كنديها للطرف الثاني غترجع ناقص سبعة زائد جوج، اذا ثلاثة اكس تساوي ماذا؟ ناقص خمسة، اي اكس تساوي ناقص خمسة. احنا عندنا جداء يعني كنقسم على العدد ثلاثة. اذا دائما في الحل خصني نتاكد بان الحل كينتمي لمجموعه التعريف، ناقص 5 على 3 راه كتنتمي لمجموعه التعريف، وبالتالي ف اس 7 تساوي ناقص 5 على 3. الان دابا اخر معادله عندنا ليكسبونسييل ديال 2 اكس زائد 1 زائد واحد على ليكسبونسييل ديال جوج اكس ناقص، اذا هنا راها جوج اكس تساوي واحد على جوج. اذا اول حاجة خصني نحدد مجموعة التعريف دي تمنية. هنا عندنا واحد المقام كنعرفو دائما التعبير اللي كيكون في المقام خصو يخالف الصفر، اذا اكس كتنتمي لار او ديال جوج اكس ناقص واحد تخالف الصفر. اذا غناخذ هذا التعبير هذا بوحدو، عندنا او ديال جوج اكس ناقص واحد تخالف الصفر، اي ان او ديال جوج اكس تخالف واحد، يعني ان جوج اكس تخالف الالين ديال واحد، اذا والالين ديال واحد راه هو صفر، اذا اكس جوج اكس تخالف صفر، اي ان اكس ستخالف لنا الصفر. يمكن لي نصوبها بهاد الطريقة، يمكن لي ندير تساوي من بعد ندير في الأخير ندير تخالف. إذا إكس تخالف صفر، يعني أن دي، يعني أن دي تمنية هي آر نجمة، أي آر ناقص صفر، يعني يمكن لي نكتبها آر نجمة أو آر ناقص العدد صفر. دابا غادي نحل المعادلة. إذا عندنا المعادلة أو ديال جوج إكس زائد واحد على أو ديال جوج إكس ناقص واحد تساوي واحد على جوج. دونك حنا كنعرفو إلا كانت عندنا أ على بي تساوي سي على دي، راه يمكن لي ندير هاد الكتابة تكافئ، إذا أ في دي تساوي سي في ب، يعني جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. إذا غنطبقها في هذا التعبير هذا، إذا تكافئ ماذا؟ إذا اثنان مضروبة في جوج ليكسبونسيل ديال جوج إكس زائد واحد، إذا اثنان ليكسبونسيل ديال جوج إكس زائد واحد تساوي واحد مضروبة في ليكسبونسيل ديال جوج إكس ناقص واحد. إذا تكافئ جوج أو ديال جوج إكس، إذا كنديرو النشر، جوج في واحد هي جوج تساوي أو ديال جوج إكس ناقص واحد. إذا التعبير اللي فيهم إكس كنجمعهم في الطرف الأول، إذا أو ديال جوج إكس ناقص أو ديال جوج إكس، والأعداد المعلومة كنديها في الطرف الثاني، إذا زائد جوج ديناها للطرف الثاني رجعت ناقص جوج، إذا ناقص ثلاثة. جوج وهنا او ديال جوج اكس، لقينا او ديال جوج اكس كتساوي ناقص ثلاثة. حنا كنعرفو بان ليكسبونسيال دائما خصو يكون كيساوي لنا عدد موجب قطعا، وبالتالي هنا غير ممكن، لان او ديال جوج اكس خصها تكون اكبر قطعا من الصفر، اي ان اس ديال اس 8 اللي هي مجموعة الحلول كتساوي المجموعة الفارغة، أي أن المعادلة ليس لها حل.